حياة المبدعين دائما قصيرة عمرا، لكنها كبيرة معنى وفنا. القرية، النيل والنخيل ودفء العشيرة في حلة حمد، حيث كانت النشأة والميلاد للأب المجهول للأغنية السودانية إسماعيل عبد المعين. كان المكان أثره على إسماعيل، ومنه تشكلت ملامحه الأولى واستمد منه زادا لأعماله. الموسيقار الكبير إسماعيل عبد المعين ولد عام 1912 في حلة حمد، منطقة أثرية بين الناس الأوائل من خرطوم بحري، اللي هي بالضبط تقع شرق مغابر حمد. إسماعيل عبد المعين في خاطر الأوائل، والده الله يطلب الخير كان شغال في النقل الناري، زي ما تقول ريش البحر. نشأ إسماعيل عبد المعين نشأة صوفية، حيث كانت أهازيج الصوفية تتلقاها الصبية من حلقات الذكر، فحفظ كل ضروب الأغاني الدينية بإتقان. فقد حباه الله بموهبة التذوق وهدوء الطباع. إسماعيل عبد المعين ترعرأ ونشأ كشاب، وحب حبه للموسيقى والفن علم الكثير يعني من الناس اللي كان هاوين الفن في الزمن ذاك، إلى أن وصل مرحلة حب أنه هو يركز في علم الموسيقى، فحاول مرات أنه يطلع. الظروف كانت صعبة شوي بالنسبة لعبد المعين، فخرج إلى مصر سيتعلم الموسيقى. ما أتذكر بالضبط التاريخ بتاعه، وتعلم الموسيقى في الثلاثينيات، أيوة عام 1930. Oh,
وافيا ما دام حيا. خمر الضياه نقبح حبي ووفائي. عينيك رائي بعض آيات ماي جناديم الطابوات أقبل الليل فهاتي. هاتيها هاتيها باسمي حبيبي قتم الله العداد. ذهبي الشعر تاجي الطرف حلو اللفتات. يحييك بغير البسمات. علموه وهو أعلم ما كيد العداد. ليتني علمته الوصل والتكتيب. علموه 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 يا حلا زودو الله فوق زودو الله فوق زودو يا حلا الله فوق زودو يا حلا زودو. Ah.
لم تكن الحاجة فاطمة فور تدري أن الطفل إسماعيل يختزن أغانيها وأحاجيها ليعيد ترتيبها ونظمها وإنتاجها، فيصبح بفضلها رقما وركنا ركينا في مسار الغناء والموسيقى السودانية. أم رتبوي اسمها حبوب فاطمة فور، كانت دايبة أيام السلطان علي الدينار، بدأت تقعد في حانك الباب بتاعنا وخط الكرسي وخط عودي، وهي تقول لي ولدي جيب بوقصة بتاعك ده شوية تنتيني لي شوية. العود بيسمي البوقصة. بعدين بوعد معاها بتحكي لي بلقاها بتغني بتنونو، يعني يوم قرقد يبدي كان يبقى زي هكذا. قلت لها ايش نحب فاطمة فور؟ قالت لي دي بنات اثنين، بنات عم، والاولانيه ابوها جامعي وامها جامعيه، والثاني ايوه خريج جامعي اسمها جامعه. شعر سبيبي. شعر سبيبي ايوه، يبقى عند فوق الضمر على داخل فوق شعر السبيبي. والثانيه ابوها فوراوي وامها جامعيه. فطلعت الثانيه مشغوله شويه، اخذت من ابوها. طلع شعاره شويه قرقوده دي حقنا ذكري قصيروني. بعدين بلقيت بتغني فوقه. الوقت ذاك لما غنته انا اخذت اللحن، ما كنت مستوعب يعني الموسيقى، لسه ما درست الموسيقى. ايوه خليته من سنه 35 لما جيت سنه 45 بعد 10 سنين. هي بعد 10 سنين دخلت معهد الموسيقى في مصر ودرست كل الموسيقات السولفيجيات ودرست الاوعاد والاجناس. تذكرت اللحن اللي كان متغني حبوب فاطمة فور، لقيت هذا اللحن من نغم اسمه نغم الزنجران، يعني خليط من الشرقي ومن الزنجي. زنجران هاي اسمه زنجران. كده ورينا حسي ام قرقوديه قصته هي عرفناها. دي قصتها. ورينا كده الراي بتاع اللحن. البنيه الشعر طوال بتكاوي بتعمها. بتعمها دي عشان شعرها قصار بتكاويها. بتكاويها يعني بتقول لي يا مقور قوزي جبدي كان يبقى زي حقي دي. هي بتسرح بقى راسي شعار طوال، بقى ابوها جامعي وما جامعيه وذيك شويه الفور يعني اخذوا ادوها شويه بقى قرقدي. فقالت لها يا مقور قوزي جبدي كان يبقى زي حقي دي، يا مقور قوزي واقف دود جيبي كراشه الخير كان يرقد. بتكاويه بتعمها. فقلت لها يا حبه فاطمه فور البنات دي يعني قريبات، قال لي بتعمها طوالي ما بيناتهم حاجه بس مكاوه. فبتغنيها بالنغم ده. بالاخر لما درست المقامات وحول الاجناس لقيتها يعني زنجران مصور على حاجه اسمها الحجاز، جنس الحجاز او ابعاد بيسموها الرابعه التام في الموسيقى، نص بعد وبعد ونص ونص بعد وبعد، لقيتها مصوره. عبد المعين ترعرع ونشأ محبا للموسيقى ووهبها عمره وحياته وخطى بالموسيقى واللحن السوداني خطوات كبيرة وعلمية، وأنشأ أول فرقة موسيقية عرفت باسم البساتين. ظهرت فكرة، وفكرة مطلوب منها التطور في الموسيقى، بداية معهد موسيقى في الإذاعة، والفكرة واقف على رأسها السيد الوزير محمد طلعت فريد الله يرحمه، وأعلن في الجرائد أنه دايرين طلبة للمعهد ده. فعدد مهول جدا، لكن كان بيعمل لهم زي ما تقول معاينة بسيطة كده عشان ياخدوا الناس المطلوبين للآلات. ومن ضمن اللجنة كان جوزيبي مايسترلي أستاذ الكمال وأستاذ إسماعيل عبد المعين، وكان فيها عمنا أحمد مرجان اللي هو غايد مسير الجيش، وعبد الرحمن
عبد القادر عبد الرحمن غايد موسيقى البوليس. فكانوا بيعملوا المعاينة للطلبة للدفعة الأولى اللي أخذوها، ونحن من ضمنها أنا وأخويا التوم ده. فدخلنا، أنا اخترت آلة الكمان، وبدل ما حد بأسلوب جميل جدا جدا، أنه فيه نظرية موسيقية متكاملة، بالنظرية الموسيقية شرقا وغربا، وفيه القراءة المطالعة اللي هي مبنية على البونة، على البونة اللي هي المطالعة العالمية. بالإضافة إلى كده كان في أسولفيج الغنائي اللي هو يعد طبعا جزء مكمل للشغل بتاع المزيكا ده ككل، والآلات موزعة. الخواجة ماخذ مجموعة فصيلة الكمان اللي هي الكمانجة والبيولة والشيل والكونترباس. الأستاذ إسماعيل ماسك العود وماسك معه آلات الإيقاع وتدريبات الصوت والنظرية الموسيقية مكتملة. فدرسنا في المعهد ده لمدة 4 سنين واتخرجنا. هي المفروض ناخد 5 سنين، لكن أستاذ إسماعيل ضغطنا بأنه ما في حتى الجمعة ما في بطالة، الأسبوع كله شغالين، عشان كده وفر لنا سنة. فتخرجنا في 4 سنين. الأربع سنين دي تخرجنا في أكتوبر، المفروض إحنا نتخرج في 17 نوفمبر، لكن تم التخريج في أكتوبر، بحيث أنه امتحنا وكان اللجنة مكونة برئاسة محمد خجل الصالحين وسكرتارية عبد المنعم خفاجة، وكان الامتحانات في المسرح القومي تحت في البدروم، جابوا لنا خواجات امتحنونا وكل شيء، وفي النهاية أخذنا شهاداتنا وكل شيء. لكن قبل ما نستلم شهاداتنا قامت ثورة أكتوبر. أستاذ إسماعيل عبد المعين لما نحن في أثناء نعمل في بوفات للتخريج، طرأت عليه فكرة أنه المجموعة دي لازم يكون منها فرقة تستفيد منها السودان ككل. فقام شاورنا فقلنا له يا أستاذ إحنا ما عندنا مانع، أي شيء تقول ونحن حاضرين، ونحن أولادك أصلا ما يخالفك في شيء. فقام طوالي قال خلاص أنا سميتكم فرقة البساتين القومية لتطوير الموسيقى والقراءة. طبعا الاسم ده هو اللي وضعه، أن إحنا هسه تكريما له الفرقة مسمينا فرقة عبد المعين البساتين القومية لتطوير الموسيقى، ضفنا اسمه عشان نثبت الأشياء اللي هو عمله، ونخليه أنه الناس تتذكره ويتذكروا الشيء اللي هو عمله أستاذ إسماعيل عبد المعين. ما قدرت أحله.
يا جنبلة حشماني سوق قالك تضافر وهندسوك يا جنبلة يا جنبلة حشماني سوق قالك تضافر وهندسوك يا جنبلة يا جنبلة حشماني سوق يا جنبلة يا جنبلة حشماني سوق يا جنبلة يا جنبلي حشماني سوق يا جنبلي يا جنبلي حشماني سوق يا جنبلي قالوا لي يا سيرو 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 سرغام ما قدرت احله ما قدرت احله في الغامض ما قدرت احله